تعال ابراهيم ان شاء الله. اليوم يدعي علينا ساير انت وياه، انت غبي انت. ليه؟ يدعي علينا ساير هو وكحيلان يقول ان شاء الله انهم ابراهيم وانت ساكتين يا الغبياء. يعني من دعوته تروح تدخل ابراهيم؟ ما ادري انا دعوته. خليك واقف. ليه دعوه في ويش يا ابو؟ اليوم يا ولد سووا معنا حركه يا ولد غثونا صراحه. ليه؟ غثونا. شوف قلها في المطبخ. انا وقفت معاكم بس بصراحه انتم غلطانين. انتم اللي متاخرين، هم معاهم حق. انا اعترف اني متاخر زين، خلاص اعترف اني متاخر، ولكن انا جايين على كلام اداره. زين الاداره معطتهم خبر، هم ما لي دخل هنا، ما لي دخل. هو ايش ذنبك؟ هو ايش ذنبه؟ هو يروح الاداره، هو يروح ياخذ مايك وياخذ الاربيز. ليه ما قال ما سال بس يجي يفتح ما عندي في الفقره؟ يمكن علي بنفسه معلم الاداره. انا بالرؤيه معلم الاداره. دقيقه الحين انت حط روحك مكانك حيلان. الحين انا اجي اقدم فارق. دقيقه دقيقه تصادم مع المسابقين. قل له الله، قل له الله، قل له لا تقاطع. دقيقه يا عبد الله، عبد الله انت الحين حط روحك مكانك حيلان. حلو. انا عندي فقره كل يوم الساعه 2 الظهر. طيب جيت اليوم الساعه 2 الظهر طالع للشباب مو موجودين، اخصم عليهم. طيب. شوي اللي يجيني المسابقه يقول اصلا قالوا الساعه 4. طيب انا شنو اللي يفرق؟ اكيد بخصم عليك. لا لانك ما انت مهتم المقدم. انا دوم اجي الساعه 4 الساعه 2 وفقره الساعه 2. لا ما انت مهتم المقدم، انت رحت الاداره. انت لانك غلطان تبي تحط الغلط علي. انا معاك، انا اصلا معاك. شوف حبيبي انا كحيلان اصلا معاك. انا غلطان، انا غلطان اني متاخر. خلاص غلطان تحمل ما يجيك. غلطان بس كلام الرجال اللي البارح هنا صح. كلام علي بن رؤية، يمكن علي بن رؤية ما اعطاهم خبر. يمكن ماني داخل انا. زين الذنب عليك ولا على كحيلان؟ الذنب على علي. ايوه علي. علي بن رؤية قال الساعه 4. خلاص ما يلحق شيء علي بن رؤية. اللي يلحقك حرام. كحيلان ما عنده خبر. حيلان وش اسلوبه معنا يقول ما ادري. اطلعوا يلا اطلعوا. طيب لا 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 10 دقائق تعال يلا. نص ساعه تاخر. ها؟ والله نص ساعة. نص ساعة ما انت؟ ها؟ اخر كم انت؟ انا ما جيت بنفس الحجز. اماني في ذمتك دخلت اقسم بالله اني جيت بنفس الحجز. الساعة كم بالضبط؟ يوم قعدتكم سيدي رحت. اخفض دقيقة انت. لا ها؟ مو دقيقة. جيتنا الساعة 2. جيتكم ساعة 1:55 دقيقة قعدتكم. اقسم بالله. قعدتكم قبلها قعد طاهر. حنان غلطان. والله عاد كيفك، هذا وجهة نظرك. انا والله اني وقفت معاكم وادري بكم غلطانين. لم ادري متى لك حقاني ترى عاد ما فيها شيء. متى جيت يا جماعه؟ انا مخطي في التاخير لكن هو مخطي انه ما توبر. يا اخي مقلبك يا اخي. انت تبي احنا نجود الكشت هنا، اربطه هنا. متى تجود منه الكشت؟ اه على بالي انا.